كوبايه ما يعمل معروف. طيب تفضلي استريحي. ما طلعش النور. بيكون احسن برضه. تفضلي استريحي. استريحي يا هاني. ولع النور أرجوك واديني كوباية مية من فضلك. حالا. أنا آسف جدا. أنا اللي آسف. كتر خيرك. أنا مش هنسى زميلك ده أبدا. أنا ما عملتش حاجة. سمعني مش فاهم حاجة أبدا. أعمل معروف. ما تخافيش. ما حدش يقدر يدخل هنا ما دمت أنا مش عايز. دول مجرمين. أنت ما تعرفهمش وما يهمهمش حاجة أبدا. تحبي أبلغ البوليس؟ بوليس؟ لا مفيش داعي، بس بترجاك إذا سمحت إن أنام هنا للصبح لحد ما يرجع بابا من السفر. أعمل معروف، تم جميل. وده جميل ده؟ البيت وصاحبه تحت أمرك. ما تفتحش. ما تخافيش، ما حدش يقدر يمسك ما دمتي معايا. سمين ده جرس باب الأوفيس. عن إذنك دقيقة واحدة.
ما تخافيش ما تخافيش. الشقة منورة وأنا طالع أنام، قلت يمكن عاوز حاجة. لا متشكش. بس ما تصحنيش بكرة قبل الساعة 10، تصبح على خير. وأنت من أهلك. في حاجة؟ مش عارفة جالي، حسيت نفسي إني دخت مرة واحدة. طب اتفضلي استريحي. انتوا رجاله هربت منكم مش كده؟ فرحتي بيكم. نعمل ايه بس يا ست زكيه؟ نخش بيوت الناس ونروح في حديد؟ ايه؟ لا انت ما دخلتش بيوت الناس قبل كده، وانت ما لبستش الاساور ابدا، اطلعوا بره وانا هعرف شغلي معاكم. معلش يا سنيوره زكيه، بالشكل ده ساميه هتخليني احبها اكتر. ما انت لازم ضايقتها قوي يا ابو العز. وحياه راسك ابدا. جميل نبي، انا جنت المال واعرف ازاي اعامل الستات بالجانتياز. انا كان قصدي شريف قوي معاها، غايه ما هناك حبيت ابصها في رقبتها. لا بسيطه، اما بنت قليله الادب صحيح، ما كانش لها حق تهرب ابدا. جميل نبي. دمه خفيف قوي الممثل بتاعكم ده، حلوه منك يا حمش، حلوه قوي. اهو كده روق يا ابو العز، ما احبش اشوفك زعلان ابدا. تتعدل. مش ممكن، مستحيل، اصل بصرة الشايب مع البنت ما تنفعش. مساء الخير يا طنط. الشايب ده يبقى السيد حسين اللي بيجي ليلاتي يفتح لها في الصالة، انما انا شطرة وانت الصادقة الجوكر الاس. تسأل امك عني، ما كنتيش تعرفيني كويس. انت عارف ابتسام بنتي تعزك قد ايه، وحياتك هي ما تقصد. ولا تقصد، الجوكر على كيف يمشي كل مرة بشكل يا شطرة. بس أنا خايفة لا يتحرق. بس يا ابتسام، قومي روحي وأنا بعدين هحصلك. أبقي خلصي طارق بعدين. وأنتي يا لواحظ اطلعي شوفي شغلك في الصالة. ونسأل الشايب على سامية، قولي له روحت بدري الليلة لأنها تعبانة شوية. وأنت يا حمش استناني بره لأني عاوزاك. عينيا. أوروفار يا أنكل. مع السلامة يا تيزا. أوروفار يا ابني. أوروفار كل مرة. يلا يا ابو صفرة. وبعدين يا ابو العز؟ انا من ناحيتي قلت لرجالتي يسلموا البضاعة على المرسي، وزمانه استلمها دلوقتي، انا راجل شريف. وانا قلت حاجة؟ التمن اللي اتفقنا عليه طار من الغاوي، خلي مرسي يسلمني الفلوس بكرة. انا كان بودي تاخدي انت مطرح عصابة ابو سيف اللي قفشها البوليس وتوزع كل البضاعة اللي تجيني من بره. لكن بقى مدام العصفور معصلك. انا عملت اللي عليا. طب وحياتك لو مرسي عارف انا اتفقت معاك على ايه كان يقطع رقبتي. سلامة رقبتك وده يخلصني. انا هفوت عليكم بكرة تكوني مجهزة الفلوس. رقبتي بس قبل ما يقطعها مرسي. اضرب عيني يا ابو صفرة على الممر قبل ما نخرج. اعوذ بالله، انت شكلك عامل كده ليه؟ بتوكلوه ايه ده؟ في ايه؟ في اتنين بره شكلهم مش عاجبني. حمش اجري هات لي كوبايه مي. ساقعه ولا بارده؟ لا بقى امشي روح. تعالوا من هنا. تعجبيني. ده يودي على فين؟ على المخزن ومنه باب على الشارع. ده عاملينه من زمان؟ من يوم ما بدينا نوزع. ملواني مع المعلم لغايه الشارع. حاضر. مر انت قدام يا ابو صفر. انا جاي لكم بكره. يديك العمر. ويديك انت الفلوس. اوروفوار. مع السلامه. تعال انت وهو. امال
فين ابو العز والبرضوج اللي معاه؟ مالكش دعوه. عمش حرف واحد من الحاجات اللي سمعتها النهارده ما تنقلش المرسي، انت فاهم؟ اللي اقوله بس هو اللي حصل. انا الحاجات دي ما اعرفهاش. انت عارف زكية كويس. لا ابدا ما اعرفهاش. همش انا خلاص واطرش واعمى. بتضحكوا؟ مرسي جاي الصبح، اقول له ايه لما ما ينقهرش؟ موديني مدرسه دخليه، ماما كانت بتزورني كل يوم، وابويا مش بشوفه حتى في الاجازات. وبعدين وانا عمري 14 سنه ماتت ام، وابويا خرجني من المدرسه، ومن بعدها ما شفتش يوم. ليه؟ بابا اتجوز واحده تانية، هي بتحبه صحيح، لكن بتحب الفلوس اكتر من كل شيء في الدنيا. النهارده بابا سافر، وهي استغلت فرصه غيابه علشان ايه؟ في راجل اسمه ابو العز مشاركها، ما اعرفش في تجاره او مشاركها والسلام. الراجل ده كل ما يشوفني يعمل دمه خفيف، وانا ما اقبلوش. الليله دي جه عندنا وزي اللي يكون متفق مع مرات ابويا. متفق على ايه؟ هقول لك. قعد جنبي ومرات ابويا جابت لنا كوبايتين شاي، وكنت خلاص هشرب من الكوبايه لولا الحمش شاغلني. الحمش؟ الحمش ده يطلع ايه؟ ده ممثل ابن حلال وطيب قوي، بيشتغل معانا في الكازينو. كازينو؟ ايوه، كازينو الامباسدور. وانت بقى بتشتغلي ايه هناك؟ انا برقص. تحبيه كده ولا احطلك عليه شويه ميه؟ لا متشكر، انا ما بشربش كونياك. اجيب لك ويسكي. انا صحيح برقص، لكن اوعي تقولي انك ما بتشربيش. بشرب، لكن شمبانيا بس، ده طبعا لما بيكون في مناسبة، وده نادر جدا. نجيب لك يا ستي شمبانيا. بمناسبة ايه؟ هو في مناسبة بقى ألطف من كده؟ انت يظهر مش فاهم. معلش، الشمبانيا هتخلينا نتفاهم كويس قوي. مفيش فايدة، الرجالة كلهم صنف واحد. والستات برضه كلهم صنف واحد. الله، رايحة فين؟ كتر خيرك على كل حال اللي نجيتني منه. طب رايحة فين؟ رايحة بات في الشارع، ابات على الرصيف لحد ما يرجع بابا، مادام عايز تاخد تمن ضيافته. لا برافو، ده انت كمان ممثله كويسه قوي. كتر خير. انت هتخرجي صحيح؟ اشمعنى دلوقتي مش خايفه من فتح الباب؟ الست مهما كانت ضعيفه تخاطر بحياتها عشان شرفها. انت بتتكلمي جد؟ سيبني اخرج ارجوك، سيبني انا ونصيب. انا متاسف قوي، انسي كل اللي حصل مني خالص. استحملني لغايه الصبح، نايمني في اي حته، في المطبخ حتى، ده حبيت. يا ساتر، انت دلوقتي اللي خدتي فكره وحشه قوي عني. تعالي اعتبري البيت بيتك ونضيف عندك. اذا حبيتي انا مستعد ابات عند واحد صاحبي واسيب لك الشقه خالص. لا لا لا، اعمل معروف، ما تسيبنيش لوحدي. تعالي اتفضلي. هجيب لك بيجامه عشان الدنيا برد. اتفضلي. متشكر. صباح على خير. مش هتاخد حاجه تتغدى بيها؟ صحيح. المفتاح عاوزه حبيتي تقفلي. مفيش داعي. صباح على خير. وانت من اهل.
ده انت خوفتيني انا كمان. ايه في ايه؟ لا مفيش حاجه، دي قطه. يا خبر، ده انا اتخضيت بشكل. لا ما تخافيش، محدش يقدر يدخل الشقه ابدا. نامي وانت مطمئنه ولا تفكريش في حاجه ابدا. انا مش عارفه اشكرك ازاي. هتشكريني على ايه؟ على شجاعتي قدام القطه؟ وانتي من اهل. يا نهاركم اسود، انتوا جبتوها؟ ايه اللي لابسها ده؟ اتفضلي، ده احنا جبناها يا ست، كنا هنروح في داهيه. يا ريت. وده ايه ده اللي انت لابساه يا ست ساميه يا بنت مبروكه؟ بيجامه راجل؟ ما كانش فيه غيرهم الاثنين في الشقه. كده؟ وده مين ده يا ترى؟ حبيب القلب؟ طب ما تقولي كده من زمان بدل ما انت عامله لي شيخه. فينك يا مرسي تشوف بنتك الشريفه العفيفه؟ انا طول عمري شريف، انا ما عملتش حاجه عشان تقولي لي الكلام ده. اخرسي! لابسه بجامته وليكي عين تكلمي؟ عامله زي اللي في ايديه الدم ونقول ما قتلتش. انت فاكراني ايه يا بت؟ هبله ولا دق عصافير؟ حرام عليك، انا لما هيجي بابا هقول له على كل حاجه. الكلام ده ياكل منه ابوكي، اما انا لا. كمال ابو العز، بتهربي منه ليه وتخلي رقبتي قدام الراجل زي السمسمه؟ ده عاوز يتجوزك بسنه الله ورسوله. مش ممكن اتجوزه، وبابا مستحيل يرضى بكده. ويرضى بابو بجامه؟ ردي، يرضى ان بنته تبتكن هنا في بيته؟ انا عمري ما شفته قبل الليله دي. انا مظلومه، انا هفهمك. كدابه كدابه. مرسي، ايه اللي جابك؟ طبيعي ليه؟ انا نبهتك الف مره ما تديش ايدك عليها. ضربي عليه! انت حقك تبوسي ايدي اللي ضربتها. انا بصون شرفك. صوني شرف ازاي؟ مش شايف لابسه ايه؟ بيجامه الراجل اللي كانت بايته في بيته. بايته في بيته؟ ما حصلش يا بابا، انا مظلوم. راجل مين؟ ابدا يا بابا، انا هفهمك الحكايه. حرام عليك، انا مظلوم. بتكذب عليك. بكذب يا اخي؟ كتقط في رقبتك، بتعمل لي انتوا اصلي يا بابا. اسكت انت، جبتها منين؟ ده حاجه تكذب. اه يا مرت، هنقول ايه بس؟ كان في شقه راجل وست ذكيه قالت لازم نجيبها من تحت الارض، خطفناها زي ما هي كده. انت يا بابا، انت بتفهمك يا بابا. فاهمين هنا ايه اللي حصل بالظبط؟ اقعد بس انت واهدى. اهدى ازاي؟ راجل مين اللي كانت عنده؟ ما اعرفش، بيقولوا ساكن في عماره قريبه منا. اسمه ايه؟ ما اعرفش، انت جيت لي قبل. اسمه ايه الراجل اللي كانت عنده؟ بقول لك ما اعرفش. دلوقتي تعرف كل حاجه. انت ما استلمتش البضاعه؟ انا سبقت البضاعه، هتوصل مع اصلان بكره بالليل. ورحت لقيت ابو العز مرتب لك كل حاجه؟ مرتب لي ايه؟ رجالته سايبين لي الفرد زي ما هي في كنتوره. قلت الواد اصلان يشتري البطاطا اللي في التل الكبير كلها علشان نرقدها فوق البضاعة. خليك انت هنا دلوقتي. رايح فين؟ رايح اشوف حكاية البيجامة دي. دي بنت قادرة ما تصدقهاش. اديك سمعت بودنك اللي قالوه الرجالة. ما تخافيش. انت تعبان، تعال استريح شوية. تعال. انا راجع لك حالي. روحي حضري لي انت لقمة لحسن، انا جعان قوي. يلا اوام. حاضر.
تقولي ليه؟ معلمي انت لسه لابسه البيجامه دي؟ خلاص انا ما بليش اعتبار في البيت ده؟ ها؟ معلمي ده انا اللي خليتها تهرب، دي كان في خطر ما يخطر لك على بالك. خطر ازاي يعني؟ طب بس اقعد روق دمك وانا احكي لك على كل حاجه. اوعى لحدها تسمعنا. كلم اوام بسرعه وقول في ايه؟ وحد الله لا اله الا الله. بقى يا سيدي ولا سيدك الا انا. بلاش هزار وتكلم في الجد، اتكلم. لا مؤاخذه، بعد انت ما سافرت ابو العز جه في الصاله وفهمت ان فيه بينه وبين الست زكيه كومبينه، تروح حضرتك تستلم البضاعه وهي تدفع الثمن فرفاشه. فرفاشه ازاي يعني؟ ابو العز لما جه هناك الست حرم حضرتك عملت كوبايتين شاي ولمحتها بعيني بتدوب حاجه سودة في واحده منهم وتتلفت حواليها، وبعدين قدمتها لساميه وغمزت لابو العز، فانا كمان غمزت لساميه علشان ما تشربهاش. ازاي الكلام ده؟ زي ما بقول لك كده، ما اصلها كانت عاوزه تدفع ثمن البضاعه فرفاشه غير. انا ما رضيتش يا بابا، فضربني وهربني الحمش من الشباك وفضلت اجري وهم يجروا وراي لحد ما دخلت عمار، وبعدين شفت الراجل ده دخل شقته فترجيته انه يحميني منه. اسمه ايه الراجل ده؟ مجدي عاصم. تعرفوش قبل كده؟ ابدا ولا عمري شفته. ده راجل طيب وابن حلال وحب يبلغ البوليس، انا اللي مرضيتش لغايه ما تيجي واقول. عملت طيب. عمره قد ايه الجدع ده؟ معرفش. في السن كده؟ لا، عمره حوالي 36 37 سنة. يعني من دوري يعني. اخرس انت. اسمعي، انت عارفة كويس اني ما احبش اي حد غريب يدخل بينا. عارف. الواد ده تنسى حكايته خالص، كأنك ما شفتهوش وكأنك ما تعرفيهوش. انت عارفة حكاية المغنى الله يرحمه ولا افكرها لك؟ لا ابدا ولا كأني عارف. الله يرحمه ده كان لازم صوته وحش قوي. استاهل. اخت انا ما كنتش عارف انك بتسمعي. ايه حكايه ابو العز دي؟ انا مش قلت لك ان البت دي كدابه ولا تصدقهاش؟ هي قالت لك ايه؟ ايه اللي حصل؟ الراجل عايز يتجوزها بسنه الله ورسوله، ما كفرش وانا ما غلطتش لما حبيت ان بنتك تتستر بدل ما يجيبوها بالشكل ده. اشمعنى ما حبش يتجوزها لو انا مسافر؟ لا ابدا، ده كان عاوز يعمل بروفه. انا ما عملتلهاش حاجه. لما لقيت ابو العز غرضه كده وقلت ان ما عندكش مانع لانه راجل غني ومقتدر وروحنا في ايده، قلت لها اكون لطيفه معاه. لطيفه ازاي يعني؟ هي هيخس عليها حاجه؟ الراجل كان هيصهين ولا ياخدش ثمن البضاعه الا بعد ما نباعها، ولا حدش بيعمل كده ابدا. طب بس بس فضالي قدامي. فضالي يا مؤاخذه يا معلمي. لا اقول يا معلمي، ايه حكايه البضاعه اللي مغلباكم دي؟ ها؟ دي بطاطا. بطاطا، انا قلت كده برضه. ما تنساش بقى تيجي تصحيني بكره الصبح بدري. كنت نايت. حكايه ابو العز وساميه دي مش عايز اسمعها تاني ابدا. يا مرسي، اهل زمان قالوا يا ابو البت لا تحلق عليها ولا تعوزها، مصير كل بنت البيت جوزها لزقها له بدل ما تلوف على واحد غريب. ما تقدرش. الست منا لما تحب مفيش حاجه في الدنيا تهمها. اسألنا انا. قلت لك ما تقدرش. هي عارفه كويس لو حبت تلعب بدلها هقدم فيها بلاغ للنيابه. هي فاكره انها قتلت رزق. انا فهمتها كده وكتبتها اقرار بكل البيانات اللي تثبت ادانتها، وعندي المسدس اللي عليه بصمات صوابعها. على فكره ده رزق بيسلم عليك. هو مش جاي بكره مع البضاعه؟ لا ما ظنيش. هو بيرتب لي سكه علشان اقابل علي سفروت. بالشكل ده نقدر ناخد منه البضاعة دغري، ولا الحوجة اللي كنت زفت ابو العز ده. اللي تشوفه. لكن الالف جنيه هنجيبهم منين؟ ده ابو العز جاي لنا بكرة في الكازينو. انا مش قلتلك عندنا قفة مليانة ذهب؟ بس حسين اللي بيحب سامية الشايب وده يرضى يديها الف جنيه حتة واحدة؟ هتشوفي. وبعدين يا زكية، هو الاكل جاهز ولا لسه؟ جاهز. انا ده بحالك ذكر بط. حلو، اموت في البط.
اهلا وسهلا، ازيك يا بنتي؟ سامية الليلة دي مفيش حد احسن منها. ليه؟ هتعمل نمرة كل الناس هتتكلم عنها. قال يعني مش عارف. ربنا يساعدها. ما تتفضل تقعد قدام المسرح. ليه؟ هنا احسن. ولا حتى نور القمر ضي ويفوت ضي أمانة لما الظروف تحكم تحكم وتهجرني ما تنسى تسال عليا عليا وتقول وتقول ازيك جمالك الزمان في الدنيا
عادي، ما بسقفش ليه؟ انت بتغير عليها حتى من عيون الناس. يا بختها. تعرفي يا سامية ان رقصة الليلة دي كان ناقصها حاجة مهمة قوي. كان ناقصها ايه؟ ايوه يا ستي، ولا سيدك الا انا. بلاش قلة ادب. كان ناقصها انا في وسطيكم لابس مايوه وعمال اغني. وما عملتش كده ليه؟ خفت المعلم اللي يعمل فيا زي ما عمل في المغنى الله يرحمه. على فكرة ايه حكاية المغني؟ فهمتش. السبب دي ما بتجيبهاش هنا تاني. ايوه عندك حق، حكاية المغني دي محزنة جدا. بتدور على حاجة؟ مش عارفة فردة الحلقة بتاعتي راحت فين. ايوه اقدر ادخل؟ تقدر الا اذا كنت مكسر. بلاش احسن يكون. مين حضرتك؟ ايوه مين حضرتك صحيح؟ حاجه غريبه، انت نسيتيني بالسرعه دي. انا ما شفتكش ابدا. انت بتهزري ولا ايه؟ اما حاجه غريبه، انت ايه اللي دخلك هنا؟ انا اعرفك منين؟ إيه؟ انت مش كنت نايمه عندي وخرجت الصبح من غير ما اشوفك؟ هو انت سمك دي؟ مش انت الحمش مش كده؟ علشان تعرفي انا مشهور ازاي. بس يا حمش ارجوك تخرج من هنا. يعني بتطرديني؟ على اي حال انا جيت ارجع لك فرده الحلقه اللي وقعت منك امبارح. اتفضلي. دي مش بتاعتي وانا ما عنديش حلقه بالشكل ده. ازاي يا ست سامية، انت مش لسه بتدوري عليها دلوقتي؟ لا الحلق ده مش بتاعي. طب هاته، يمكن يكون بتاعي انا. تسمح من فضلك؟ انا مش فاهم حاجه ابدا. عايز ايه يا حضرتك؟ الراجل جاي يدور على البيجامه بتاعته. بيجامه؟ انا من الصبح بقول له انت مين؟ انا ما اعرفكش، مش عايز يصدق. انت عايز حاجه تانية يا فندي؟ هي مش قالت لك على اللي حصل امبارح بالليل؟ امبارح؟ امبارح كانت مسافره معايا طنطا. مسافره؟ مسافره ايوه، وهي حره. عايز حاجه تانية؟ ايوه. يا فندم. عاوز اروح لدكتور في مستشفى المجازيب. تعمل طيب. ده انا عايز اكشف عليكم انتوا. هتلبخ؟ يا فندم مطرحك مش هنا. حمش. خد لفندي ورميه برا الباب واقفله. انا لو اعرف بس بتعملي كده ليه كنت استريح. مش عايز اشوف وشك ابدا. استريح؟ يلا يا استاذ تعالى معايا بره وانا فاهمك على كل حاجه. فهمه على ايه؟ كده وكده وانا فاهم حاجه ابدا. يلا يا استاذ يلا. اولا انا اهنيك على نجاحك في الرقصه. ثانيا اشكرك على انك نفذت كلامي وعملت انك ما تعرفيش الواد ده قبل كده. بس يا ترى هو هيقول عليا ايه دلوقتي يا بابا؟ وانت همك رايه في ايه؟ ولا حاجه. بس اسمعي بقى، في حكايه خطيره عايز اقولها لك وما رضيتش اجيب لك سيرتها اول امبارح. احنا واقعين في ورطه فظيعه. ايه هي؟ ابو الواد رزق اللي انت ضربتيه بالرصاص واحنا دفناه. معرفش عارف منين ان الواد مش مسافر صحيح زي ما قلنا له، وعنده شك انه اتقتل. وبعدين يا بابا هنعمل ايه؟ ما هو اصل الارض بتاعته محجوز عليها ونقدر نسكته قرشين. مفيش قدامنا دلوقتي غير السيد حسين. تطلبي منه 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ اطلبهم منه ازاي بس؟ انت دلوقتي رقاصه قد الدنيا وهو بيحبك وبيموت فيكي. مش معقول يرفض طلبي. بس هقول له ايه؟ لا انا ما اعرفش تقولي له ايه، دي شغلتك انت. هو ابو الواد رزق هيجيني بعد شويه. أنا شخصيا ما يهمنيش إنه يبلغ النيابة، إنما أنت تهميني. هتروحي ها؟ إيه النجمة الحلوة دي؟ واللي أحلى منها السما اللي تحت النجمة. بونسوار إكسلانس، بونسوار سينوريتا. أنا جاي أعتذر لك عن الميس أندرستاند. سوء التفاهم اللي حصل امبارح. ايه النظرة الغرامية دي؟ لازم سامية فهمتك غلط. لا ده انت اللي فاهم غلط. روح يا سامية انت نفذي اللي قلتلك عليه. بيقولوا ان لحم السبع يكسر سنة الثعلب. ده لو اتجنن الثعلب وفكر انه يعض السبع. جميل. وبعدين؟ انت بتعرف تحكي حواديت كويس اهو. اسمع اسمع انت، انا راجل غرضي شريف واحب اخش البيت من بابه، اخطب بنتك واتجوزها. ليه؟ ليه حلوه دي؟ اتجوزها علشان اتجوزها. انا بتكلم جد، انت دلوقتي بقيت راجل من كارنا، ونسب زي ده هيخلينا عيله واحده وبضاعة واحدة. دي مش فكرتي، دي فكرة نابليون
لما اتجوز ماري تريز عشان سيده هيقوي الصداقه بيننا. بالعكس، اذا كان لك صاحب وعايز تفرح به لا تحاسبه ولا تناسبه. بمدي لك ايدي ترفضها؟ مين قال لك مدي ايدك؟ طب مدي لي انت ايدك بالالف جنيه. هيكونوا عندك الليله. كده؟ انا مرسي. انشانتي اكسلانس. تعال نتكلم مع بعض شويه في المكتب. اتفضل. اتفضل. ابريفو مسيو. اتفضل. اهلا سامية. اهلا وسهلا. اتفضلي. تعرفي انك شغلتيني امبارح بعد ما خلصت نمرتك ما جيتيش تقعدي معايا. ده انا امبارح كنت عيانة خالص وكنت هموت. بعد الشرع من ايه؟ جالي مغص فظيع والدكاترة قالوا لي لازم اعمل 3 عمليات، واحدة في الكبد وواحدة في المرارة وواحدة فين تاني؟ مش فاكرة، نسيت. 3 عمليات؟ ازاي الكلام ده؟ انت عمرك ما شكيتي من حاجة زي دي؟ اديني شكيت والدكاترة طالبين 1000 جنيه عشان العمليات دول. 1000 جنيه؟ حياتي عندك ما تسويش المبلغ ده؟ انا افدي حياتك مش بحياتي لانها رخيصة، انا افديها بثروتي كلها يا سامية. انت ما تتصوريش معزتك عندي قد ايه. طب هاتي 1000 جنيه. اديلك اللي تطلبيه، انا مش عاوز حاجة من الدنيا غير سعادتك. بس قوليلي بالحق، انت عاوزاهم ليه؟ عايزاهم عشان انقذ حياتي. بالعمليات؟ قوليلي بصراحة، عايزة الفلوس ليه وانا اديهم لك؟ انت عمرك ما كدبت عليا، علشان كده لما بتكدبي بفهمك على طول. مش هقدر اقولك، لكن احلف لك بايه؟ وحياة حنيتك عليا اللي ما شفتهاش ابدا في قلب اي انسان. انا محتاجة للمبلغ ده عشان انقذ حياتي. يعني مش عايزة تقوليلي الحقيقة؟ ما اقدرش. سامية، انا ما اقدرش اشوفك زعلانة. عايزة المبلغ امتى؟ الليلادي. الليلادي؟ انت تعرفي الشاب ده؟ لا ابدا. طيب عن اذنك هتكلم في التليفون وراجع لك تاني. انا منتظراك. بنك الغرام يضيع منك. بنك الغرام ده ايه؟ اللي كان قاعد معاكي دلوقتي. ابدا، انت مش فاهم حاجه خالص. عندك مانع انك تفهميني؟ افهمك ايه بس؟ اعمل معروف عشان خاطري، انا ما اعرفكش ابدا. مؤكد في سبب، انا ما عنديش مانع اني ما اشوفكيش ابدا بعد كده، اذا كان ده في مصلحتك. ده مش لمصلحتي انا. ابعد ابعد، بقول لك انا ما شفتكش قبل كده. قلت لك خايفه على البنك. كله ثانيه. أنا عجبتني كلمتك إن تجارتنا ملهاش دعوة بالمأذون. أنا كمان أكره الشهادات الرسمية، ده شهادة الجواز وشهادة الوفاة. عايز تقول إيه؟ لا ولا حاجة إكسلانس، أنا قصدي أقول إن في تجارتنا الموت زي الجواز، لما يتم من غير شهادة يبقى لذيذ رومانتيك. وفر الكلام ده يا أبو العز، الألف جنيه هتاخدها على داير مليم والليلة دي على الشرق. هذه أقصى أمنياتي. شوف بقى، أنت زي ابني، مش في السن طبعا، لا في التجارب. أنا ما أقدرش أشتكيك قدام محكمة. ما حصلتش محاكم ولا حاجة يا أبو العز. لا دي إجراءات احتياطية يا مدام، أنت مش فاهمة قصدي. أنا دايما معايا محكمتي. أبو صفرة فين الرئيس؟ وعدو اليمين وعدو اليسار. كويس، رفعت الجلسة. ايه رأيك بقى؟ حاجة قديمة خالص. اسمع، ايه اللي جابك؟ اهلا بالقتيل، خبطنا يا قرف. بعدين يا زكية؟ أنا قلت حاجة؟ قتيل الحب، قتيل أي حاجة. أنا بضحك. وفيها إيه يا أخي؟
انا مثلا قتيل الالف جنيه اللي لادي. عملت شبكه عشان اقابل الراس الكبير علي سفروت، انما هتعجبك قوي يا معلمي. قابلت الراجل اللي بيقول عليه دراعه اليمين، وهيرتب كل حاجه، اصل سفروت مسافر. اسمعني على تحت، هخلص شغلي واحصلك. انت اصلها؟ اطلعها وصلت وفي المخزن دلوقتي. تعال ليه جنب البضاعه وفتح عينك كويس. على فكره انا نفعتكم الليله، يجي 15 واحد من رجالتي قاعدين في الصاله قاطعين تذاكر. ايه الكلام ده يا ابو العز؟ لا هو فاهم ان انا كلمت اصلان ورزق علشان ندبر مقلب ولا حاجه. ابدا وحياتك. انت لسه اخضر يا ابو العز، فلما احب اقتل ما اقتلش بالمسدس زي قطاعين الطرق، نخلي الغيظ يقتله. الغيظ؟ عايز ايه؟ ست سامية مستنياك في اللوج، عاوزاك ضروري. طيب استنى. عن اذن السيادة انا جاي لك حالا. مع السلامة. اهو يا ترجع بجيبك دافي يا في ايدك سامية. اظهر البضاعة مقصرة على تفكيرك النهاردة. لا، البضاعة اللي عندك مصيري انا اللي هشحنها. كده؟ تفتكر هيرجع بالفلوس؟ ليه لا؟ يعني مش هيرجع بسامية؟ ما افتكرش، لكن لو عربون بضاعة المرة الجاية تقيل يمكن ينخ. برافو عليك. لكن انت قلت له ايه؟ لما عارف ان حياتي في خطر ما تأخرش ابدا. اوعي تكوني جبت له سيرة ريس. لا، فهمت ان لازم اعمل 3 عمليات. ده انت انقذتيني، قصدي انقذتي نفسي. اسمعي بقى ما اقول لك، انا عايزك تروحي من هنا دغري دلوقتي. انا مش مرتاح لابو العز. اقفلي عليك الباب وما تفتحيهوش لجنس مخلوق. وانا هخلص شغلي واجيلك دغري. بابا انا مش عارفه اودي وشي فين من السيد حسين، انا مكسوفه منه قوي. ما تبقيش عبيط امال، كل ما تجري منه كل ما يحبك زياده، ما دام ما بتديلوش تمن للي بيدفعه. عجباني قوي النجم دي. اتأخر ليه؟ هو لحق يا ابو العز. مالكم يا جماعه مش على بعضكم؟ انتوا زبالك ولا ايه؟ جميل قوي صفراوي يا ابو العز، عمره كام سنه؟ يظهر ان جيبك مليان. طبعا، امال ايه؟ عدهم. كانش في مناسبه للحرس الحديدي بتاعك ده. فعلا، تنازل واقبل اعتذاري. اسمح لي اعزمك انت والمدام على كاس شمبانيا احتفالا بنجاح الصفقه دي. ايوه كده، انا قلت من الاول انكم هتكونوا حبايب. ده مرسي راجل صحيح ويعجبك قوي يا ابو العز. خد يا صفراوي، قول للجرسون يطلع لنا ازازه شمبانيا من البار. شمبانيا؟ ما اصلا انا عايز ساميه كمان تحتفل بالصداقه الجديده دي. ساميه تعبانه وهتروح. كده؟ زي بعضه. صفراوي قطعها؟ لا، قول للجرسون يطلع لنا ازازه زبيب. ملوش لازمه. ودي تيجي؟ صفراوي خد العربيه انت وهم واسبقوني على عش البلبل. ايه حكايه عش البلبل دي يا ابو العز؟ انا لما اسالك عن اسرارك ابقى برضون يعني سافل وقليل الادب. يا ساتر، وانا لما يسالوني عن الحشرات السامه اللي موجوده في العالم أقول لهم التعبان والعقربة ولسان أبو العز. مر أوي. Thank you.
دوك اجي العب معاكم. اخلص بطلينه الاول قليل ادب. خد زيد هات البنت تاني. مش عارف تحاول عنك. على لوحده لازم في ناس. ما اروح اشوف احسن يلم علينا ناس. انا خايفه يا حمش. ما تخافيش خليك راجل زي عرفت انهم خطفونا. انا كنت راكن عربيتي مصادفة قدام باب الممثلين فشفت كل اللي حصل. ما كانش عندي وقت ابلغ البوليس فجريت وراكم علشان اشوف هيودوكم فين. لا شهم وعليك يد ما تعدمهاش. بركة فيك. فعلا ده ربنا كتب لهم عمر جديد. لا معلش قلبك ابيض. ايوه لكن انا عيني زرقاء وبتوجعني قوي. اسمعوا انا هنام شوية لحد ما نوصل. سوق كويس. وانت يا ست سامية تسمح تقفل الشباك اللي جنبك احسن. هواه بحري. اقدر اسالك سؤال؟ ايوه. اذا جيت وكلمتك تاني برضه هتقولي لي ما اعرفكش؟ متاسفه قوي غصب عني. انت اصلك ما تعرفش بابا اخلاقه ازاي. يا سلام. واذا كان ابوك خايف عليكي للدرجه دي ليه بيخليكي ترقصي؟ ليه بيسمح لك تقعدي في الكباريه مع راجل من سنه؟ ارجوك ما تتكلمش في الموضوع ده. انا مستعد ما اتكلمش خالص لغايه ما اوصلك. لا ابدا انت مش فاهمه. اديله جامد. البطاطا المعسله قوي. الظاهر علي بيحلم. لما بتخافي بحس انك قريبه قوي من قلبي. فاكره لما خفتي من القطه؟ ايوه. ساميه انا لازم اشوفك تاني الا اذا كان ده يضايقك. مش معقوله اتضايق منك. بس مش عايزاك تيجي الصاله. ما تسالنيش ليه. يمكن يجي اليوم اللي اقول لك فيه كل حاجه.
إذا وعدتني هكلمك بالتليفون ونتقابل في أي حتة تانية. إذا كان كده أوعدك، أنا جيت الصلاة علشانك، وكنت مستني في الضلمة لما حصلت الحكاية عشان أشوفك خارجة مع مين. نمر تليفونك كام؟ 62 5 96. هكلمك بعد بكرة. الساعة كام؟ حوالي 5 5:30. احنا قربنا على البيت. حمش حمش البطاطا البطاطا. احنا وصلنا ولا عايزين ننام تاني؟ بلاش دلع يا حمش. انا قلت حاجة؟ اوعى تغلط وتجيب سيرة مجدي قدام بقى. انا اخرس واطرش واعمل. مجدي الحوادية الجاية على اليمين. وشك باذن الله في علقة تانية. سامي بعد بكرة الساعة 5 ان شاء الله. اوعي تنسي. لا مش حاجة. وبعدين وياكم انام تاني. مع السلامة. يلا مع السلامة. الو، انا مرسي. ها كده؟ طيب انا هجيلك بكره بنفسي. سعيد اكسلانس. مين يا مرسي؟ ده واحد صاحبي. مالك في حاجه؟ لا مفيش خير. طب ما تكمل العشره. نكمل. فين سامي؟ لازم بتتزوق عشان خارجة. قصدك ايه يعني؟ ما قصدهاش. حقق انت مع بنتك اللي دايرة على حل شعرها. باصر. حمش انجر من وراي. معلمي. سامية تعال هنا. كل يوم عند الخياطة؟ لا انت كلت السبعة بالستة. مفتاحة ما يتخافش عليكي. انا ما احب اكلها كلها بمزاجي. انت كنت فين امبارح يا ابتسام؟ عند الخياطة لغاية ما قفلت، ولما ما جاتش سامية ادتني فستانها اوصله لها. امال انت كنت فين داهية؟ انا مش قلت لك يا معلمي اخرج معاها دايما؟ شو بقى كان السرحة فين؟ لازم عند الجزماجي ولا الكوافير؟ ايوه يا بابا، كنت عند الكوافير وتأخرت وما لحقتش اروح للخياط. اروح اساله يا معلمي؟ روح. مستني ايه؟ اكشف سترها. اتليه انت سامي، ما تكدبش عليا ابدا. مش كده؟ انت بتوحشيني يا رب. اذا كان وراكي حاجه النهارده اجليها لبكره. انا مسافر وراجع اخر النهار. راحت عليك العابي غيرها. انا معايا الورق وبصره الشاي.
قومي يا مولانا وجميع المملكة زعلانة. مولاي السلطان في ايه؟ شايفك زعلان زعلان ليه؟ انت ما تعرفش الاسباب ابدا وانا هعرفها ليه؟ يخرب بيتك الذباب، انت يا راجل عايش فين؟ اتبحوه شرحوه امسكوه كتفوه، اصلي غريب مش من هنا ولو معرفش وحياة ربنا ولو، شق هدومك من قدام حاضر اهو، غلطم خدك يلا اوام حاضر اهو، قولي بقى الاسباب على طول، ايه زعلوا من فضلك قول. اشترى ورقة لوترية فرقت بنت على المية، يا دي الدهية يا مولاي ازاي ما وصلنيش ازاي؟ في عندي بضاعة تسليك وبأسرع وقت تنسيك، وريني عندك ايه؟ اخلص اوام اوكي.
اختصاصي في الانبساط. عينو 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 عينو. هتقطع ايديك. تستاهل عشان بنت زي سامية الواحد تهون عليه حاجات كتير. يعني تفديها بروحك يا مرسي؟ ورزك هي اللي ما عنديش اغلى منها. كذاب، انت بتحب بابا اكتر مني ومش بايت تروح تقول. ايه يعني كنت قلت له على حاجه من اللي سمعتها في العربيه وانا نايم؟ طيب الحق عليا. ما تزعلش يا حبش، اسمع. انا اخلص واطرش واعمل. بلاش تزعل يا حبش، انا حبيبي على الله. تطلب نمره 62 596 هيرد عليك واحد. قول له اني ما قدرتش اقابله النهارده وهتصل بيه بكره بعد بابا ما يسافر. انت بتعمل ايه؟ انا اصل الرميل دخل في عينيا. فاكر النمره؟ هي كام؟ 62 596. دلوقتي هتشوفي انا بحبك انت اكتر ولا بحب معلمي اكتر. اديني الهواء. ريستو؟ لا مش عايز. ست زكية اسمع، اذا اي حد غريب كلم الست سامية غير السيد حسين اديني خبر. حتى عينك كويس. ادخل انت. معلمي. نعم. ايه؟ انا صحيح اخرس واطرش واعمى، لكن في حاجات ما احبش اخبيها عنك ابدا. قصدك ايه؟ الست سامية ادتني نمرة تليفون واحد صاحبها علشان اكلمه. مين؟ ابو بجامع؟ ما افتكرش يا معلمي، لو كانت هو كانت قالت لي عليه. امال مين؟ واحد غريب يظهر ان في بينهم فرفاشه. قالت لي هيرد عليا اقول له انها مش هتقدر تيجي. يقول لي ليه؟ اقول له ما اعرفش، لكن هي هتيجي بكره بعد ابوها ما يسافر. معلمي شفت انا بحب مين اكتر؟ الله الله معلمي، اللمبه تجيبها 100 عفريت. ما تخافش، انت دلوقتي بقيت من رجالتي، الواحد يقدر يأمن لك ويعتمد عليك. معلمي الحيطة اتفتحت وخرجت منها راجل. يخرب بيتك ده عصلان يا ريس. هامش قال لي على كل حاجة. أنا نظرتي في رجالتي اللي بيشتغلوا معايا ما تخيبش أبدا. هامش غير هدومك ونفذ اللي قالت لك عليه سامية بالحرف الواحد. أوعى تفهم منك إنك قلت لي على حاجة. معلمي أنا أخر واطرش واحد. سامية. أفندم. أنا حاسس إن في حاجة مهمة شغلاكي. لا أبدا. ما تخبيش عليا. أرجوكي تثقي فيا، يمكن أقدر أساعدك. ما افتكرش. حاجة ثانية يا سيدي؟ لا مفيش. أقدر أدخل؟ تفضلي. الحمش كلمك في التليفون؟ أيوه. طب مش قبل ما تزعل مني وتخاصمني تسالني ما جيتش ليه؟ واسال ليه اذا كنت عارف؟ عارف ايه؟ عارف انك فضلتي عليا. مش فضلتي، انك نسيتيني خالص لما قعدتي مع البنك. طب واذا كنت ظالم اعمل فيك ايه؟ اسمعي، انت عملت طيب اللي ما جيتيش ليلتها، لان ده اللي خلاني رحت الكازينو قاعده تتحاكي مع سي حسين وحاطه ايدك في ايده. انا ساعتها كنت بفكر فيك وشفتك. وفري على نفسك الكلام ده. مجدي انا مش مصدقه انك تزعل مني لدرجه انك مش عايز تبصي. انا كنت افضل انك ما تجيش خالص، لاني مش عايز اعرفك بعد كده. يا ريتك ما عرفتني. انا زعلانه على زعلك يا مجدي. انا قلت لك قبل كده اني اتعس مخلوقه في الدنيا. يا ريت صحيح ما تشوفنيش تاني. انا كل اللي يهمني سعادتك ومعايا هتشقي نفسك. انت اللي بتشقيني. أنا عاوز أفهم كل شيء بصراحة.
انا بقى ايه بالنسبه لك؟ انت قلبي وروحي. والسيد حسين يبقى جيبك مش كده؟ ابدا، انا قلت لك قبل كده انه راجل طيب وعمري ما طلبت منه حاجه، هو اللي بيديني. واخر مره بابا كان السبب. ما حب ابوك للفلوس هو اللي خلاك تقعدي مع سي حسين عشان تشتغلي عليه. غصب عني. غصب عنك؟ انت تعملي حاجه غصب عنك؟ ما كنتيش هربتي مرات ابوك ليله ما جيتيني، ما كنتيش حبيتي تمشي ليلتها من عندي لولا اني اعتذرت لك. هو ابوك قال لك تمسكي ايده بحنيه مش كده؟ مجدي قبل ما تيجي بخمس دقايق بعت لك الحمش يكلمك في التليفون. مفيش داعي لكل الكلام ده. فعلا لك حق، ما انا اصلي كنت مغفل، فلازم افهم من الاول انك بتحب الفلوس زي ابوكي. ما انت طالعه على ابوك. مش معقول طبعا ان شجره تجميز تطرح تفاح. الانسان لما يحب الفلوس يرخص كل حاجه علشانها حتى شرفه. كتر خيرك، انا مش هشوفك بعد كده، بس احب انك تعرف حاجه، انت اول انسان حبيته في حياتي. اعذريني يا سامية، أنا مش بعتبرك واحدة أقضي معاها جزء من عمري. أنت عارفة أنا قد إيه بحبك يا سامية. إزاي تحبني وأنت فاكرني زي بابا؟ هذا كلام بقوله ساعة غضبي وبس. أوعي تصدقي حكاية شجرة الجميز دي. هي صحيح ما بتطرحش تفاح، لكن ربنا اللي خلقني مش بابا. فعلا ليكي حق، الزهرة بتطلع من الطين، والنور ما بيبانش قيمته إلا في الظلمة. سامحيني يا سامية. ألو مين؟ أيوة أنا. بتقول إيه؟ أنت مالك إذا كانت عندي ولا لأ؟ مين؟ كده؟ طيب يا سيدي كتر خيرك. مين يا مجدي؟ مش عاوز يقول على اسمه، بيقول إن واحد يحب لي الخير. وقال لك عايز إيه؟ بيقول إن بابا ورجالته جايين هنا. وبعدين يا مجدي هنعمل إيه؟ ايه الحكايه؟ مش عايز يفتح نكسر الباب يا معلمي؟ تحب انا اقعد ماغ؟ لا استنى شويه. رايح على فين؟ داخل في الصبر؟ ارفصه يا معلمي. اسكت انت. فين سامي؟ سامي مين؟ الشيخه ساميه، ساميه بتاعت الحلقه والبيجامه، هتعمل عبيط. اسكت انت. انا عارف ان هنا. انت هتكدب عليا؟ من هنا يا معلمي. جيبوه ورايا. ميمي انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده. ايه ما تعرفش حكايه ساميه بتاعت البيجامه؟ ساميه اللي ادتني نمره تليفونك وكلمتك امبارح بالليل وقلت لك انها جايه النهارده في المعده، احط صباعي في عينك. اه يا خاين يا غشاش، بقى انا اسيب جوزي علشانك قوم انت تعمل كده؟ يا ميمي انت معايا من الصبح، شفت حد هنا؟ انا مش عبيطه، انت لازم بعت لها عبد واستناها بره على الباب علشان ما تدخلش وانا عندك هنا. ميمي اسمع يا جدع، انت كتب لك عمر جديد اني ما لقيتهاش عندك هنا. دي اخر مره تفكر فيها انك تتصل بساميه بنتي. انت عارف حكايه المغني اللي طلع اطروحه الله يرحمه؟ حمش يلا بينا. طب
فكر في حياتك وفي صحتك قبل ما تفكر انك تتصل بيها. يلا يا جدعان. مشي يا سيدي. ايوه يا نعيمة. ايه رأيك يا سيدي؟ مش حق اشغل مواصلة في السيما. لا برافو عليك يا نعيمة. خدي ده يا نعيمة. ربنا يخليك وينصرك يا سيدي. الليلة راحة عنك. حاضر. سامي، أنا ما كنتش مصدق الكلام اللي قلتيه عن أبوكي. الحل الوحيد إننا نتجوز. نتجوز؟ يا ريت. مجدي، الحل الوحيد بعد اللي حصل إن إحنا نبعد عن بعض. نبعد عن بعض؟ ليه يا سامية؟ عشان بحبك يا مجدي. وعشان بتحبيني تبعدي عني؟ أيوه. أنت ما تعرفش لو بابا شافني عندك كان عمل إيه. مجدي، ما تخافيش، ده لازم أبوكي. دحيلة قليلة، ادخلي انت جوه. انت؟ ايوه انا. جاي تعمل ايه هنا؟ ارجوك اسمح لي ادخل وبعدين افهمك على كل حاجة. انا فاهمك كويس وعارف مين اللي بعتك هنا. انت غلطان، انا ما جيتلكش لما شفت الجماعة نازلين من عندك لوحدهم، وده اللي اكد لي ان سامية مش موجودة واقدر اتكلم معاك كلمتين لوحدنا. ارجوك في حاجات كتيرة او تخص سامية احب اقولها لك اذا كان يهمك امرها. كده؟ طيب اتفضل ادخل. انت متوهم ان عدوك او منافس لك، مع ان في الواقع اكتر من صديق. انا في سن والدك يا ابني. اظن الكلام ده ما تقدرش تقوله قدام سامية طبعا، لانك ما فاهمها ان عندك 19 سنة. كتر خيرك، لك حق تقول كده واكتر من كده كمان. انما ارجوك جاوبني على سؤال مهم جدا قبل ما اقول لك على اي حاجة. انت صحيح بتحب سامية؟ جوابي على السؤال ده مهم جدا بالنسبة لك طبعا، اكتر مما تتصور. ضروري، لانك بتحبها. ايوه بحبها، بحبها اكتر من حبك انت لها. بحبها لدرجة اني افديها باي شيء في الدنيا، بحياتي، بثروتي. انت جاي تقولي انا الكلام ده؟ جاي تساومني على حب سامية؟ ارجوك جاوبني على سؤالي، صحيح بتحبها؟ ايوه بحبها، بحبها ما اقدرش اعيش من غيرها، ولا يمكن استغنى عنها ولو دفعتلي اموال الدنيا كلها. دلوقتي بس اطمنت. طمنت على ايه؟ على اني بحبها اكتر منك؟ مش ممكن. حبي لها غير حبك انت لها، حب في دمي وفي دمها، حب ما يقدرش عليه حد، لا انت ولا الزمن. بحبها لانك ايه؟ اتكلم. لاني ابوها الحقيقي. ابوها؟ قصدك تقول في سن ابوها؟ لا، سامية بنتي انا مش بنت مرسي. هي نفسها ما تعرفش، لكن مرسي هو اللي يعرف. ايه الكلام ده؟ مرسي يعرف ان سامية مش بنته؟ وانها بنتك انت؟ لا. وازاي ما تقولهاش؟ ازاي تسمح لنفسك ان بنتك يربيها راجل زي ده ويشغلها رقاصة؟ ما كنتش اعرف ان سامية بنتي الا من وقت قريب قوي. امي قبل ما تموت قالت لي على السر اللي كانت مخبياها عني من 20 سنة. كان عندنا بنت خدامة اسمها مبروكة، كنت بستلطفها وهي كانت بتحبني. طبعا ما قدرتش اتجوزها علشان اسم العيلة وكرامة العيلة. اهلي خطبولي بنت من عيلة كبيرة زي عيلتنا. في ليلة الخطوبة شربنا كتير. بعد المعازيم ما نزلم شيطان الخمر صور لي اني اواسي مبروكة اللي كانت بتحبني. كانت النتيجة اني مضيت الليل معاها. بعد شهر اتجوزت، وابويا وامي صمموا اني اتمم تعليمي في فرنسا، فسافرت انا ومراتي.
ما كنتش عارف انهم صفروني مخصوص علشان يخبوا عني ان مبروكة حامل وحامل مني انا. سكتوها قرشين وجوزوها المرسي، وطبعا ادوله تمن انه يتستر على الجريمة، وطلعت شهادة ميلاد البنت على انها بنت مرسي. وايه اللي خلاك ما فهمتش سامية انها بنتك؟ هقول لها ايه يا ابني؟ هقول لها انها بنتي حرام، وان اهلي سامية. ايوه سامية يا سيد حسين، سامية بنت مبروكة الخدام اللي اهلك باعوها المجرم هي وامها عشان يحافظوا على اسم العيلة وكرامتها. أرجوك يا بنتي سامحي، أنا ما كنتش أعرف، ومن ساعة ما عرفت حاولت إني أصلح غلطتي، أنا كنت بعمل المستحيل. سامحيني يا بنتي سامحيني. أنا عندي أبا بنت مبروكة الخدامة، أحسن ما أكون بنت واحد زي مرسي. ليه تسيبني السنين دي كلها تعذب؟ أنا بتعذب أكتر منك، أنا هضحي بثروتي وحياتي علشان اكفر عن غلطتي، هخلصك من اللي انت فيه وانقذك من مرسي. بعد ايه؟ انا محكوم علي اعيش طول عمري عبد اسير المرسي، انا ما اقدرش اخالف له. ليه يا سامية؟ مرسي يقدر يوديني السجن لاني مجرمة. مجرمة؟ ايوه، انا قتلت واحد ومرسي تستر علي وعنده المسدس وعليه بصمات صواب وكتبني اعتراف. ازاي الحكاية دي؟ الحكاية دي حصلت من سنتين بعد ما ماتت والدتي. كان في واحد مغني بيشتغل في الصالة وكان لطيف معايا. مرسي افتكر اني بحبه، خلاه خارج من الصالة بالليل وبعت وراه واحد داسه بالعربية. داسه؟ ايوه. وبعدين؟ انا كنت قاعدة في اوضتي وسمعت الحكاية دي، حبيت اخرج. مرسي حاشني وبعت لي واحد يقعد معايا اسمه رزق عشان يحرس ومعه مسدس. تودينا في داهيه؟ عملت كده ليه؟ رميته نايم فقط المسدس طلعك منه رصاصه. ومين هيصدقك ولا يصدقني انا كمان؟ انت بنت صحيح، لكن مش معنى كده ان اضحي بنفسي علشانك. لازم نشوف طريقه، لازم نشوف طريقه. ارجوك. انا هشيل المسدس ده اللي عليه بصمات صوابعك، بس انت تكتبي لي اقرار ان انت اللي قتلتيه علشان ما اروحش الداهيه. ما تخافيش اطمني، انت فاهمه ان انا عايز اضرك؟ يا جدعان محدش يجيب سيره باللي حصل ده ابدا. اللي تشوفه يا بابا. وكتبت له اني قتلت رزق وشال المسدس عنده. انا عرفت دلوقتي ليه هو مالي ايده منك مش هتسيبيه. قبل كده كنت بشك ان في حاجه تربطك بيه، وعلشان كده كنت بمثل دور العاشق الخايب علشان اكون جنبك، لكن ما كانش عندي الجرأه اني اقول لك على اي حاجه ابدا. ودلوقتي ايه الحل؟ الحل عندي انا، كل حاجة عند مرسي تنحل بالفلوس. انا هقابله واخد المسدس اللي عليه بصماتك والاعتراف اللي كتبتيه، هتفعله التمن اللي يطلبه، ان شاء الله يطلب ثروتي كلها، وبالشكل ده اكسر الايد اللي ايدك بيه. يا ريت يرضى يا بابا. بابا دي اول مرة اسمعها منك. وانا اول مرة في حياتي اقولها من قلبي. يا حبيبتي يا بنتي. والله البت خلتك زي الشخشيخة، بقى كل اللي قدرت تعمله انك هددته. يا فرحتي بك يا مرسي يا ابن عيشة. انا ما قلت من الاول لزقها لابو العز. انا ما اتخلقش اللي يضحك عليا. انا لما عرفت انها راحت هناك وما دخلتش الشقة، خليت الواد اصلا وقف تحت علشان يراقب، يمكن ترجع له ولا هو يمكن يخرج يقابلها برا. انا ما رضيتش اشرب من دمه لحد ما اعرف هي فين. ولما الست سامية ما راحتش هناك، تقدر تقول لي هي بتعط فين لحد دلوقتي؟
الو الو، ها اصلا في ايه؟ ايه؟ لقيت السيد حسين نازل من العماره؟ طب رايب كويس، فتح عينك، اتصل بيا اول باول. هو السيد حسين دخل في الحكايه دي كمان؟ اسكت انت. خليني بقى راح امشي. ايه اللي جابك هنا؟ بس ان انت كنت ما جيتش يا معلمي. فين؟ انا مش ضربت التليفون امبارح، قايل لي انك جاي لدرسك انت بكره الصبح. اوه نسيت والله. انا رتبت كل حاجه. السفروت مستعد يسلمك الكميه اللي انت عايزها. والفلوس؟ إذا قبض 5000 جنيه يسلمنا بضاعة ب10. وهنديله منين 5000 جنيه؟ من أرنولد هيلو. وأنا أصلاً جاب لي مشتري للبضاعة اللي هناخدها من سفروت. أنا هخلي أبو العز يعرف إن هو اللي لسه أخضر. بس أنا خايفة إننا ما نقدرش ندفع للسفروت ونبقى عملنا زي اللي لا طالع عينا بالشام ولا عينا باليمن. رزق. استناني تحت. في واحد أفندي جاب الكارت ده. بكية طلع انت على الصالة علشان تحضري البروفة بتاع الرقصة الجديدة. وايه فايدة البروفة من غير سامي؟ انت عايز تزحلقني ليه؟ مين صاحب الكارت ده؟ لا ده المشتري الجديد اللي بعته اصلا. اصله كان عضو مجلس نواب سابق ومش عايز يباين روحه كده. لا مش من هنا، باب التاني. امرك. انا عايزك تقف جنب الباب وتفتح عينك كويس، محدش يخش علينا ابدا خصوصا هي، فاهم؟ حاضر يا معلمي، انا خدامك ومحسوبك. دول عشانك. اهلا وسهلا، انا كنت لسه هدور عليك دلوقتي، يا ريتني افتكرت مليون جنيه. لو عرفت الحقيقه هتغير رايك. انا اخر انسان في الدنيا تتمنى انك تشوفه. قصدك ايه؟ قصدي انا صاحب الكارت اللي في ايدك ده. انت؟ ايوه انا عبد الحليم شمس الدين. اظن عرفتني دلوقتي. أنا أبو سامية الحقيقي. أما أنا صحيح مغفل. فهدي فاتتني. بقى أنت الراجل اللي أنا اتسطرت على فضيحته مع مبروكة. يا مرسي، من غير لف ولا دوران، أنا جاي أتكلم معاك بخصوص سامية. ايه هنا؟ معلمي منبه عليا محدش يخش هنا ابدا، عاوز انا اقول له حاجه. شت، وطي صوتك. ولانك بتاكلك يا ست سجاير. خد، بس اوعى تفتح بقك. انا نعم. اخرس. اجيب لك كرسي. انكتم. ما بين شويه ولا شويه، بس انت بتتفرج على سفيرة حسيسة. اهو ده اللي حصل يا مرسي. علشان كده غيرت اسمي. ما كنتش عارف ازاي استرد بنت سامية، ازاي اعوض لها بحاجه انا وصلت لها وشفتها، لحد ما عرفت الحقيقه منها النهارده وعرفت سبب خضوعها واستسلامها لك. وعايز ايه دلوقتي؟ عاوز ايه؟ عاوز بنتي يا مرسى. عاوز سامية بنت السيد حسين. عاوز اكبر عن غلطتي الغريبه. يا سلام، عايزني اقول لك اتفضل ورش لك عليها بقدونس. ما تسخرش مني يا مرسى. انت اساس حياتك واللي عايش علشانه في الدنيا هو الفلوس. اديني بنتي وانا مستعد ادفع لك الثمن. ما بينا كمان انا يا ست زكية بكره بقى. اتكتم. انا عايزه. كده. يعني لو طلبت منك 20,000 جنيه. ده تمن مش معقول يا مرسى. ده بدل ما تشكرني، انت عملت غلطة وانا اتحملتها عنك. كفاية انا اتحملت خطورة الجريمة وخالفت ضميري وما بلغتش البوليس.
المبلغ ده مش تعويض عن الأدلة اللي عندي، لا ده تعويض بسيط عن العذاب اللي هشوفه لما تفوتني سامية. سامية بنتك صحيح، لكن انت ما تعرفش انا بحبها. اذا كنت صحيح بتحبها لازم تحبي لها السعادة. ما هو ده اللي مخليني اسيب سامية تروح معاك وتتجوز الشاب اللي بتحبه. بس ليا طلب بسيط. ايوه. ارجوك تسمح لها تقابلني ولو مرة كل شهر. انا حاسس ان سامية دي بنتي. وهو كذلك. امتى هتسلمني المسدس والاعتراف؟ راجل حقاني، سلمني العشرين الف جنيه سلمك كل اللي انت عايزه. بس ليا رجاء اخير. ايه هو؟ انا اعلنت في الجرايد ان سامية هترقص الليلة. ارجوك تسمح لها ترقص الرقصة الاخيرة، رقصة الوداع، لان بعد كده هيتحرم منها الجمهور وهتحرم منها انا. اظن ما فيش مناسبة للرقص بعد كده. درجاء ومش عايز اقول لك انه امر. عارف انا الليلة هجيب لك المبلغ كله، هسيب سامية ترقص رقصة الوداع زي ما بتقول، بس على شرط تسلمني المسدس والاعتراف قبل اي حاجه. اتفقنا. متشكر. انا منتظرك الليله. مع السلامه. هتجي جنب الباب؟ ايه يا معلمي، ودي تيجي؟ يعني خلصت بدري. اصل الزبون مقلقل شويه وقال انه هيرجع بعد يومين. يا خساره. امال هنعمل ايه في حكايه سامي؟ هنشتغل ازاي الليله دي؟ لا ما تخافيش، اصل الواد اصلا ضرب لي تليفون وقال لي انه لا هتيجي زي الكلبه كده. امال السيد حسين كان بيعمل ايه هناك عند مجد؟ هناك لازم بيدور عليها زينا. مسكين بيحب. يعني كلكم في الهوى سوا. قصدك ايه يا زكية؟ لا ولا حاجة، أنا بس قلبي عليك لأني شايفة البت مش مخلية لك عقل. بعدها معاك يا زكية. أنت بتغلطي معايا اليومين دول كتير. بقى بعد العشرة الطويلة دي كلها يخش في دماغك إن مرسي تضحك عليه بت زي دي. حقك علي صحيح، بعد العشرة دي كلها أنا اللي غلطانة. غلطانة في حقك يا سي مرسي. انزل للواد رزق خليه يتصرف على ما نجيب القرشين علشان ما تروحش البضاعة منه. ليه انت مش جاية معايا؟ لا أنا عندي مشوار، رايحة أزور إخواتي لأنهم وحشوني قوي، ويمكن أبات هناك، علشان كده مش عايزه اوصيك. ابقى حاسب على ساميه، ما تضربهاش لا تبوظ رقصه الليله، وانا مش هكون هنا علشان احوشك عنها زي كل مره. والله برضه تعملي طيبه زكيه لما تباتي هناك، قالوا تستريحي من القرف اللي احنا شايفينه ده، وانا هجيلك بكره الصبح ونقضي النهار كله مع بعض. بس تبقي تحضري لي ده كربات. مع السلامة يا روحي. خلي بالك ما ترجع. ايه ودانك بتاكلك ولا ايه؟ وانت ايدك بتاكلك ولا ايه؟ يبقى الحال زي بعضه وما تهرش بقى. خد بس انتهم. زي ما بقول لك بالظبط.
العشرة آلاف جنيه هيكونوا عند سفروت حتة واحدة. بس المهم عليك أنت إنك تعمله. أنا عمري قصرت رقبتك في حاجة؟ أنا قتيل أوامرك. كويس. أنت تطير على سفروت، قول له الفلوس جاهزة. تسلم البضاعة تستلم على طول. أهم من ده كله شوف لي محلين على مركب البضاعة بتاعته اللي مسافر. ليا وسام يا مغفل. هاخدها وسافر شهرين ثلاثة. خلاص عرفت إن أنا مش أبوها. ما طولش عليك هنقضي شهر العسل. طب والست ذكية؟ مش سيرتها لسه. جاتها البلد. الذكية دي ما بقتش تنفعها. الستات دول زي البطيخ. واحد ياكل القلب ويرمي القشر للحمير. بس دي بطيخه نمس وقلبها اسود. مش هنغلب فيها. بعد ما سافر انا واصلان يستلم البضاعه ويديها للزبون وشوفوا لها طريقه. قصدك نبقى نشوق البطيخه؟ تعجبني. المهم دلوقتي انك تسافر وترجع حالا. اول ما توصل تديني خبر. انا هخلي اصلان ورجالته يستنوا ويجهزوا كل حاجه. ما تنساش بكره الصبح لازم اكون في عرض البحر. قبل الحكايه ما تحس بحاجه. وجب يا معلمي. ايوه. ومعاك التصريح على المركب؟ بنفرين؟ برافو عليك. تستاهل الحلاوه. هتشوف ازاي انا هكافئك. اسمع، اللي عليكم دلوقتي انكم تيجوا على المخزن وتستنوني تحت. اول ما توصلوا تدوني خبر. الاصل في جماعه ضيوف مهمين، عايزين نكرمهم قبل ما نسافر. هتسافر على فين يا معلمي؟ على الجنه. انا واخد اجازه من الدنيا يا حمش. الدنيا كلها في ايدي دلوقتي. هتسيبني لوحدي مع الحدايه؟ الست الذكيه قصدي يعني، ابوس رجلك. ما تخافش ما تخافش يا حمش. انا هسافر مع ساميه وانت هتشتغل مع اصلان والجدعان هنا، ولما ارجع يكون رايق الجو. ما قلتليش يا معلم انت هتسافر على فين؟ اما تبقى رجلي في الارض ورجلي في البحر هقول لك انا مسافر على فين. والعوم انت هتعرف الليله، انت هتيجي معايا في الحته اللي هنسافر منها. اللي عليك دلوقتي انك تراقب ساميه وتفتح عينك كويس. تاخد بالك من ذكيه، حد من عونها يطب تديني خبر. ايه؟ عن اذنك. على فين؟ هحضر لك كاب خرطوش. خرطوش ايه يا حمش؟ قصدي خرطوش السجاير، يمكن السكه تكون طويله تخرم ولا حاجه. على فكره يا معلمي انت هتركب منين؟ يظهر يا جماعه ونخرج من هنا اهو. اهلا سامي. اهلا بالسيد حسين لمؤاخذه الاستاذ عبد الحليم. اهلا استاذ مجدي. اهلا بالعريس. ما تاخذنيش اذا كنت قليت ادبي عليك النهارده. لا ابدا، جت سليمه. انا مش عايز اوصيك على سامي. الناس كلها هتحسدك. حافظ عليها وسعدها ان شاء الله. وانت يا السيد عبد الحليم؟ المبلغ موجود. وانت جايز يعني معاك المسدس والاعتراف؟ وضروري تكسفوني قدامها؟ مش مسألة كسوف، هي طبعا اللي تعرف المسدس وتعرف خط ايدها. عندك حق. شو هو ده المسدس؟ ايوه هو. وده خطك؟ ايوه. بس لازم تمضي على الاقرار ده. بخصوص ايه؟ لا ده احتياط لنا في حاله ما اذا كنت فكرت تعمل صوره فوتوغرافيا لاعتراف ساميه او اي حاجه تانية. بتخونوني للدرجه دي؟ معلش امضي لك وابصم لك. بس فين ال الفلوس موجوده قلت لك. يعني ما اقدرش اشوفها؟ تقدر. انا صحيح مستأمنك يا مرسي، لكن لكن ايه؟ ابن عم مجدي موجود في الصالة ومعاه الفلوس. توصل مع مجدي لحد عنده، تسلمه اللي احنا عايزينه ويسلمك الفلوس. وايه اللزوم ده كله؟ احنا تحت رحمتك وفي محلك يا مرسي، وعشان نضمن انك ما تعتديش علينا واننا احنا كمان ما نعتديش عليك، فكرنا ان التسليم والتسلم يكون في وسط الناس. نصح قوي يا سي مجدي. انا دلوقتي اطمنت ان ساميه مع سابع يقدر يحافظ عليها ويحرسها. قوم انت البسها يا سامي علشان معاد رصيتي الجاي. اوصل انت مع مجدي وانا مستنيكوا هنا. ليه مش هتتفرج على ساميه لما ترقص؟ انت عارف. اتفضل. انت تفتكر السيجاره دي كفايه؟ كفايه قوي. ما تنساش تدي خبر لأم ان انا مسافر الليلة دي.
دلوقتي حالا. لما تسالني مسافرين اقول لها ايه؟ يا ريتني كنت اعرف. انا كنت قلت لك، قول لها يا سيدي انها وحشاني وان انا ما اقدرش على بعدها اكتر من كيلو واحد. معلم سلمه. اتفضل. تسمح تمضي؟ والفلوس؟ هات الفلوس. هلا. روح انت عايز. حابب تتفرج؟ لا متشكر. التسييف ده هنتحرم منه بعد الليله دي. بكره تلقى غير ساميه. تفتكر ساميه تتعور؟ انا شايفك قلقان وكل شويه بتبص في الساعه. اذا كان وراك حاجه اتفضل انت واحنا نستنى ساميه بره. انا فعلا ورايا حاجات كتير مهمه خالص. ما تتخضوش، ده اشاره للنمره اللي بعد الرقصه. رقصه الوداع. متحركش مطرحك انت. هو ايه ده يا مرسي؟ انت مش قبضت الفلوس؟ الفلوس من غير ساميه في نظري زي التراب يا سيد عبد الحليم. انا كنت عايز ساميه قبل كل حاجه، واديكوا جبتوها. انا مش قلت لك من الاول ان ده مجرم ملوش امان؟ ما تزعلش قوي،
يا عريسنا يا عريسنا مع ايقاف التنفيذ. خليك صفور ولما تتغلب اضحك. اشمعنى انا لما غلبتني وخدت مني قلب الساميه ما عملت ازايك كده؟ بحب الساميه من زمان. كلمه بابا هي اللي كانت بتخلينا فارم العواطفي. السعاده جت على ايديكم، خليتوني ضربت عصفورين بحجر، عرفت ان مش ابوها واديتوني الثروه اللي حصعد بيها معاها. يا مكرم يا نجم سيبوه محدش يكلمه. انا مش هرد عليك علشان انا مؤدب. خدوهم على المخزن انسوهم واكرموهم ولا حاجه مع العروسه. امال هما فين؟ زمانهم جايين حالا، لازم بيتفرجوا عليكي في الصاله ولا حاجه. انا نفسي ربنا يهديك انت كمان يا عم مرسي. يا ايه يا عم مرسي؟ بقى ما صدقنا خلصنا من كلمه بابا علشان تقولي لي يا عمي. اقفل الباب يا حمش. هتعمل ايه؟ اسمعي كويس اللي هقولك عليه. انا مش ابوكي ولا عمك، انا الراجل اللي بيحبك من كل قلبه، الراجل اللي عايزك لنفسه اكتر من اي حاجه في الدنيا. انت مجنون، ازاي تقول الكلام ده؟ انا ما اقدرش اعيش من غيرك. خليكي عاقله واسمعي الكلام. ولقت ابوكي ومجدي. انت بتقول ايه؟ بابا ومجدي فين؟ عندي تحت في المخزن متكتفين. اول ما احط رجلي في المركب انا وانت هيسيبوهم. اي مقاومه او عند منك هيموتوهم. حرام عليك، ابوس ايدك تسيبهم. وفري الكلام ده على نفسك. حياه ابوكي وحياه مجدي في خطر. اذا كنت بتحبيهم صحيح لازم تضحي ولازم تيجي معايا. انت عارفه اخلاقي كويس. ايه رايك؟ هات يا حمش. ده رزق ده خلاص، ما بقتش تنفع الحكايه دي. رزق انا ما يهونش عليا انك تقضي شهر العسل وضميرك بيعذبك انك قتلت واحد. المسدس اللي كان في ايدك كان فيه في شنك من اللي بيلعبوه بالعيال. هقدم لك المرحوم رزق اللي انت قتلتيه، وابوك دفع لي 20,000 جنيه علشان ياخد اثباتات الجريمه. يبقى بالله يا سماجد واشرب ميتها في صحتها انا وساميه كل ما تفتكرها. انا ما عملتلكش حاجه استاهل عليها انك تعذبني السنين دي كلها، كفايه اللي فات. حرام عليك، سيبني انا وبابا ومجد. خلي في قلبك رحمه. خلي انت في قلبك رحمه وبطلي النغمه دي. لحسن اخلص عليهم هما الاثنين قدام عينيكي. عملت ايه يا رزق؟ كل حاجه. ادي تصريح من الفرين اهو. دي الرئيس الفلوكة على الشط عشان اوصلك للمركب. وانت اصلان؟ الرجاله والعربيات قليصه، والزبون انا رابط عليه، نسلمه البضاعه يدفع. براو عليكم. وهنقابل سفروت فين؟ في القلعه القديمه في بوير على البحر. وفهمت ان المبلغ كله معايا؟ طبعا. فرحان بيك قوي يا ريس، وعامل لك عزومه على العشاء. انا ما اعرفوش سفروت وما شفتوش قبل كده. واروح له بالمبلغ الكبير ده يبقى زي اللي بيحرقه فوق السبع. السبع ما يكونش شبعان، ما تخافش منه يا ريس. ما تخافوش، اول ما رجلي هتبقى في المركب انا وسامي اصلا هيجي يفككم. طمني يا سامي. يلا بينا يلا بينا. باي باي. في عربية جاية ورانا. يا خبر اسود. لا يا معلمي، حودت الحمد لله، ده انا اتخضيت قوي. كده
المفروض منتظركم، والمركب بعتت فلوكة للشط عشان تنقل لحسافة. طمنت يا ريس. لا سابق، يلا بينا. مش كلكم. ليه؟ اوامر السفروت كده، احتياط واجب. معقول، لازم اصلان يجوا معانا. وانا معلمها بالمعروف، بعدين الديب ياكل. وانت فطار. مدينة على فين؟ افتح. اتفضل. واقف، انا مش شايف حاجة. سلام عليكم. اهلا وسهلا. جبت الفلوس؟ في جيبي. عاوزهم في جيبي انا. واحد. اتفضل. حطهم على المكتب. ايدك عن جيبك انت. هو انشانتي اكسلانس، خافيه كان اعظم. يا بابا. ايه ده رزق؟ دلوقتي تعرف كل حاجه. طلع رزق اصلا بره. انا هفهمه كل حاجه. انا البطيخه اللي كلت قلبها ورميت القشر للحمير. لا، خلص شغلي قبل، وبعدين اسيبهولك بالهنا والشفا. احب اقدم لك اولا السفرور اللي اتفق معاه رزق على كل حاجه. جميل، خطتك بديعه، ورجالتك حقيقي مخلصين. ترزون ايه؟ المركب مستنيه فعلا، والفلوكه كمان، بس هيكون في تغيير بسيط، سيربريز. انا اللي هسافر مع سامي. زكية بتحبك يا جميل يا اخضر. يا حرام عليك، حرام عليك اللي هاجر يا جميل. ودلوقتي اقدر اقول لك بون ابيتي. تحب اعصر لك عليه ليمونه؟ يا خاين يا واطي، لميتك انت وبنت مبروك الخدامه. ما كنتش لاقي تحلق، وافرتها عايز تهرب وياها وتسيبني علشان رجالتك يقتلوني. انت غلطانه يا زكيه، انت غلطانه. حرام عليك يا زكيه. يا جبان يا نجل، انا ما اكلها اكلها بمزاجي، لكن المره دي اللي هياكلها وياكلك الدود هقتلك، هدفنك بايديا. مدام زكيه، انا دلوقتي سعيد جدا، مفيش داعي للنكد. قلت لي ان انا في طريق فرايح شويه، يكون احسن لو تشرفيه علشان ما يعديش الدود اللي حياكله. وده ايه ده؟ كنت بتزغزغيه؟ خدي خدي، هاتي ده سلم. يا حلبتك،
تسلم ايدك. اموت في كده. بالك انت يا زكية حاجة تطلعي دكتور جراح. محدش يتحرك من المطرقة. الحبش غيارة. صدق انا الصول زكي العدوي من مباحث مصر. محدش يتحرك. ادخل لفوق. نمرة قديمة. العب غيرها. ربط. برافو يا حبش. عادي يا حبش. عادي احنا اصحاب. استنى عندك وارفع ايدك لفوق. حبش. اوعى تتحرك من مكانك يا مجرم الا اذا كنت غاوي راس. البوليس بره محاصر الحته كلها. انا تعبت كتير علشان اعرف طريق السفرود وعلشان المكم على بعض زي حزمه البصل للمباحث يا مجرمين. انت يا سامي ما تخافيش. انا رميت سكينه لمجدي وحسين عشان يخلصوا نفسهم بيها. اصل يا حبش اي رصاصه مش هتيجي فيا. هتيجي في سامي. متبقاش مجنون يا ابو العز. البوليس بره. انت سامع ضرب الرصاص بودانك. ولا يهمك. انا سلمني عليهم. بونسوار طول مون. ضرب رصاص في القلعة. اطلع فيه. استنى. استنى عندك. اطلع من البداية. قدم. استنى. استنى عندك. استنى. استنى عندك. استنى. عايزين ننام تاني.